سخر مصدر إعلامي بالمؤتمر الشعبي العام من هرطقة وهذيان المدعو عز الدين الأصبحي وادعائه الحرص على أمن الوطن والمواطنين بما فيهم أبناء محافظتي تعز وإب. واستغرب المصدر حديث الأصبحي عن الحرص على المواطنين، وهو من باع نفسه ووطنه وشعبه بالمال المدنس وعمل مع المرتزقة في الرياض على التحريض لقتل الأطفال والنساء في اليمن وتدمير المستشفيات والمدارس والطرقات والموانئ والمنشآت الرياضية. وتساءل المصدر: أين كان حرص الأصبحي على حياة المواطنين وأرواحهم في اليمن، وهو من يبرر للعدوان جرائمه البشعة والتي صنفتها المنظمات الدولية جرائم حرب ضد الإنسانية، مثل جريمة مخيم المزرق في حرض، وجريمة مدينة سعوان في صنعاء، وجريمة المخا في تعز، وجريمة ميناء الحديدة، وجريمة القطاع التربوي في عمران، وجريمة صالة بمحافظة تعز، وغيرها من الجرائم التي استهدفت اليمن أرضا وإنسانا وتاريخا وحضارة ومنشآت عامة. وعبر المصدر عن أسفه إلى هذا السقوط الأخلاقي والقيمي الذي يمارسه مؤيدو العدوان المتواجدون في الرياض تجاه الشعب اليمني العظيم، ومنهم المدعو عز الدين الأصبحي وتحريضه الواضح ضد وسائل الإعلام الرافضة للعدوان السعودي في إطار تصفية حسابات سياسية وخدمة للنظام السعودي الذي يشن عدوانا همجيا وحصارا ظالما على الشعب اليمني الصامد منذ 5 أشهر. مشيرا أن العاملين في كل وسائل الإعلام والصحف المناهضة للعدوان وفي مقدمتهم العاملين في صحيفة الميثاق أو اليمن اليوم أشرف وأنبل من أصبحي الرياض ومرتزقة العدوان الذين يتسكعون في فنادق الرياض ودهاليز اللجان الخاصة على حساب أرواح ودماء الأطفال والنساء والمواطنين في اليمن من ضحايا العدوان والذين تجاوز عددهم 16,000 شهيد وجريح منذ بدء العدوان، والتي لن تذهب دماؤهم هدرا، وسوف ينال أولئك المرتزقة جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من خيانة بحق الوطن والمواطنين.